أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين. وأرحب بضيفي في هذا البرنامج جناب الشيخ علي موحان. حياكم الله جناب الشيخ، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم. بلا شك تعد الزيارة الأربعينية من أكبر التجمعات البشرية، وعدتها الموسوعات العالمية بأنها أكبر التجمعات البشرية السلمية عبر التاريخ، والتي تقام سنويا. حياكم الله جناب الشيخ مرة أخرى في هذا البرنامج. طبعا كيف أصبحت هذه الزيارة من معتقدات محبي أهل البيت عليهم السلام، وأصبحت من مظاهر التدين، وحتى أن البعض يعتقد بأنها أصبحت وجه المذهب؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما، وأسأل الله ألا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة. في البداية، عندما نتحدث عن زيارة الأربعين، والمفروض أن هناك من ينظر من الناس على مختلف الثقافات ومختلف الأديان إلى هذه الزيارة، فالبعض ممكن أن ينظر إليها بهذا المنظار الذي ذكرتموه في البداية، على أنها تجمع يعني سلمي بعدد كبير من الناس، والبعض ممكن أن ينظر إليها على أنها يعني قضية ملفتة، وقد يكون فيها بعض الإشكالات العقائدية عند البعض. والبعض الآخر من أتباع أهل البيت عليهم السلام، يعني من ينظر إليها بشوق ولهفة، ويتوق إلى أن يكون من ضمن الذين يشاركون في هذا الحدث الأساسي والمهم. فلذلك إن شاء الله سأحاول أن أسلط الضوء على جوانب متعددة من هذه الزيارة، عسى أن يعني يتضح لكل هذه الفئات أشياء قد يعني تكون غير بينة بشكل تمام. عندما نريد أن نتحدث عن الزيارة الأربعينية، في البداية أنه لابد أن نتحدث عن يعني أصل فكرة الزيارة، أصل فكرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، حتى أصل فكرة زيارة جميع المعصومين عليهم السلام. قضية نرجع إلى الوراء يعني قليلا حتى نفهم هذه الفكرة، أنه كيف دخلت الزيارة أولا يعني في ضمن العقيدة، في ضمن العمل العبادي، ومن ثم أنه نصل إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك نصل إلى يعني التفصيل أدق اللي هو زيارة الأربعين. فكرة الزيارة في الأصل أن الأمر فيها هين وسهل، أن الإنسان يعني بنحو يعني يكون حضوره حضور جسدي أمام المزور، بمعنى أنه يعتقد أنه قضية الانتقال الجغرافي يعني لها أساس في تثبيت عنوان الزيارة، أن الإنسان يقطع مسافة ويحضر عند الشخص الذي يريد أن يزوره، وبعد أن يحضر عند ذلك الشخص يعني يؤدي التحية لذلك الشخص. هذا مفهوم الزيارة لغة. نعم. فهذا المفهوم البسيط والسهل المفروض أنه دخل أن يعني في قضية التدين وفي قضية المذهب، أنه وصل في نهاية المطاف أنه صارت الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام، وجها للمذهب كما ذكرت، ومظهرا من مظاهر التشيع، بمعنى أنه الآن عندما يعني يراد أن يعرف الإنسان بأنه من مذهب على مذهب أمير المؤمنين عليه السلام، أنه من مذهب الإمام الصادق عليه السلام، المفروض كيف يعرف في الخارج؟ ما هو السلوك الذي يميزه عن الآخرين؟ المظهر الخارجي الذي يبدو عليه وجهه أن عندنا يعني في الروايات المشهورة أنه كيف يعرف المسلم من غير المسلم؟ المفروض أنه وجه دينكم الصلاة. الصلاة. الصلاة هي التي تكشف إسلامك. فإنها وجه ديني. بلي. فوجه الدين الصلاة. وجه التشيع ما هو المفروض؟ إذا كانت الصلاة مشتركة بين المسلمين، المفروض الامتياز الذي يمتاز به الشيعي الآن هو هذه الوسائل التي لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه، ومنها الزيارة وعلى رأسها طبعا على الزيارة رأسها. زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم يعني الأشهر فيها هي زيارة الأربعين. فيعني كيف يمكن أن نفهم هذه القضية؟ أنه من هذا الأمر البسيط الذي ذكرناه في المعنى اللغوي، على أنه تقطع مسافة مجرد لتذهب إلى شخص فقط تلقي التحية،
إلى أن تتحول إلى لا، أنها تصبح على أنها شنو مظهر، مظهر أساسي من مظاهر التشيع. فبين هذا المعنى اليسير والبسيط وصولا إلى هذه النتيجة الكبيرة، المفروض هناك مسافة، يعني مسافة كبيرة، لابد من تفصيل هذه المسافة والوقوف على يعني الجزئيات التي فيها لكي نفهم كيف وصلت هذه الزيارة لهذا المعنى البسيط إلى هذه النتيجة الكبيرة. أصل التشريعات عندما يقال أنه الصلاة وجه الدين، الحج المفروض من التشريعات الأساسية، الزكاة من التشريعات الأساسية، الصوم أصل فكرة التشريعات هي الغاية الأساسية منها، يعني وصول الإنسان إلى كماله المرجو منه في هذه الدنيا، أن هناك جملة من الأعمال لا بد على الإنسان أن يقوم بها، هذه الأعمال يعني تتكفل بأنه يخلص من كثير من الغفلات ويحصل على مجموعة من الكمالات والملكات، كأنما هي تنقية من الشوائب والوصول إلى الكمال، تصبحه مؤهلا، تجعله مؤهلا لكي ينال يعني من الله عز وجل فيضا، علما، مقاما شريفا، قربا، هكذا الأمر. فعندما يقال أن هذه الأفعال هي شريعة، بمعنى هي طريق عملي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لكي يبين للناس أنه ما الذي عليهم أن يقوموا به من أعمال في هذه الدنيا لكي يضمنوا الوصول إلى الله عز وجل. وهذه الشريعة من ميزاتها أنها شريعة سمحة وسهلة، يعني ليست بالقياس إلى باقي الشرائع، يعني عندما تقاس هناك جملة من الصعوبات والعسر ربما بالقياس إلى هذه الشريعة. هذه الشريعة سمحة وسهلة، أفعال يسيرة، الإنسان قابل أن يصل فيها إلى أعلى النتائج وأعظم النتائج. هذا ما أوضحه المستشرقون، أنه الشريعة الإسلامية هي شريعة سمحاء، بعد أن يعني انتقلوا إلى الإسلام واستشرقوا، ما فرق ما بين الشرائع التي كانوا عليها وشريعة الإسلام؟ يسيرة جدا، يسيرة جدا، بحيث الضابطة فيها هكذا تكون، أنه يمكن للإنسان أن يقوم بعمل يسير جدا والله عز وجل يؤجره عليه بأجر عظيم جدا بمقابله. المفروض يا من يعطي الكثير بالقليل، كأنه هذه المعادلة التي في الشريعة، إعطاء الكثير بالقليل، عندما تأتي إلى الشريعة تجدها بهذا الشكل. فإذا كانت الشرائع يعني بهذا الحساب، أنها جيء بها لغرض أنه وصول الإنسان من خلال هذه الممارسات إلى كماله، فمن سن الشريعة وأثبت جذورها الأولى، المفروض على القاعدة لابد أن يجعل في هذه الشريعة عوامل للبقاء، باعتبار أن الإسلام كأي حركة في التاريخ المفروض قابل، ما دام الشيطان موجود، ما دام أتباعه موجودين، المفروض قابل لأن يعني تأتيه الموجات من هنا وهناك، يعني هذه المضادات اللي ممكن أن تقف كمعرقلات في طريق الإسلام، وممكن أن أشخاص آخرين ينتفعون يعني من الإسلام. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى العرب، يعني جاءهم وهم في زمان المفروض في غاية الاستضعاف، وأن من حولهم يعني هم أهل الاستعلاء. وخطبة السيدة فاطمة الزهراء أوضحت، بل أحسنتم، أنه بيّنت لهم أنه ما هو الحال الذي كنتم عليه، وكيف أن الله عز وجل أنقذكم بأبي. فأخرجهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من حال الذل إلى حال العز. فهذا حال العز كيف يؤمن ويضمن أن لا يسار به إلى يعني إلى جانب الدنيا؟ كيف يضمن الإنسان أنه عندما يكون الإسلام دولة كبيرة فيها من الامتيازات والإمكانات الهائلة، أنه تحصل على خزائن كسرى وخزائن الروم وتمتد في الأرض وتصل إلى ما وصلت إليه، ويؤتى بهذه الغنائم من كل حدب وصوب؟ المفروض كيف يؤمن ويضمن أن خط التدين يبقى يعني ثابتا وصحيحا، أنه لا تتحول القضية من يعني حركة تدين أو مسار إلى الله عز وجل إلى أن يتحول إلى ملك في الحقيقة. فالمفروض أن صاحب الشريعة الذي سن الشريعة حسب هذا الحساب، وأعد لمثل هذا المحذور علاجا. هذا العلاج هو متمثل بالحسين عليه السلام، سلام الله، سلام الله على سيد الشهداء. ف
فالمفروض أنه عندما نسمع عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة، كون يتصور أنه عندما نقول أنه مصباح لابد أن تكون يعني في قبال هذا المصباح أنه ظلمات. ما هي وظيفته أنه ستكون إنارة الظلم. ستكون هناك ظلمات كثيرة، مع أن الحسين عليه السلام المفروض يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله بستين سنة تقريبا صار خروج الحسين عليه السلام. نعم. يعني بمعنى آخر أن هناك إسلام وتدين وقرآن وصلاة وصوم، ومع وجود كل هذه المظاهر كان هناك ظلمات، والإمام الحسين سلام الله عليه أضاء. بالعكس، أنه الظلمات المفروض أصبحت أشد وأقوى. يعني في السابق كانت جاهلية معروفة. نعم. الآن المشكلة التي حصلت أن هناك أشخاص يعني تلبسوا بزي الدين وحرفوا الدين إلى مصالحهم الخاصة، فهم يظهرون أنفسهم للناس على أنهم نماذج مثالية لابد أن يحتذى بها ويقتدى بها. في حقيقة الأمر لا، الموضوع أنه مخالف تماما لواقع الإسلام المراد. فعندما ينصب نفسه معاوية مثلا أنه هو رأس الإسلام وهو خليفة المسلمين، بالتالي هم كانوا يوهمون الناس على أنه هم الخلفاء وهم امتداد لرسول الله، والناس كانت تصدق. هناك معلومة صغيرة يعني تذكر في بداية الدراسات المنطقية أنه يعني الأمر في الجهل، يعني مرة يعبر عنه بالجهل البسيط، أن هذا الجهل البسيط أن الإنسان لا يدري. فكان الناس لا تدري مثلا قبل مجيء النبي الأكرم ما كانت الناس تدري يعني ما الكتاب ما التدين أصلا. المشكلة أنه هناك جهل يعبرون عنه بالجهل المركب، أنه هو يعتقد أنه يدري وأنه على التدين وهو لا يعلم. هذا هو هذه الظلمة الشديدة. نعم، هو هذا الجهل المركب الذي يعتقد بأنه لا يعلم وهو لا يعلم. هذه الظلمة الشديدة المتمثلة بعودة بني أمية يعني إلى السلطة. نعم. ولكن بلباس التدين، بحيث ورد لباس الخلافة. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن هؤلاء يعني قد اتخذوا الإسلام سلما للإمرة، ولولا هذا العنوان لما بقوا على الدين يوما واحدا. نعم. فالمفروض كما ذكرت لكم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله باعتبار أنه هو رأس هذه الحركة. نعم. وبذل ما فيها ما بذل هو وأمير المؤمنين عليه السلام، فلابد أن يجعل فيها عاملا للبقاء. هو الذي شيده، هو الذي أسسه. نعم. المفروض لهذا الدين، وهو الذي يعني يحدث ويقول أنا إنما أقاتلهم على التنزيل، ويأتي أمير المؤمنين عليه السلام ليقاتلهم على التأويل، وأنه لا يسمح لأي شخص بأن يتأول القرآن بما يشتهي وبما يعني يفهم هو بشكل خاص. هذا القرآن مفروض أنه كلام الله عز وجل، وهو أسرار الله عز وجل، لا يفهمها إلا من كان يعني مخاطبا بهذا القرآن. شيخنا العزيز، هذا ديدن حتى باقي المشاريع، يعني على أي صعيد المؤسس المشروع يخلف ما بعد شخص يحاول ويديم، يحاول على استدامة هذا المشروع، وبالضبط ما حصل مع رسول الله. الفكرة هكذا أنه يعني عندما نمشي خطوات ونصل إلى أن استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عنا بأن أركان الهدى قد تهدمت. نعم، تهدمت والله أركان الهدى. نفهم عندها أنه كيف يكون الحسين عليه السلام من بعد أمير المؤمنين عليه السلام مصباح هداية. يعني يفهم الأمر بشكل دقيق. نعم. أن هذا الإعصار المظلم القادم اللي هو إعصار معاوية وإعصار بني أمية، نعم، هذا مشكلته سيركب هذا الجهل المركب على الناس. فظلمة كبيرة وشديدة، ويوصف الحسين عليه السلام بأنه مصباح هداية وسفينة نجاة. سفينة نجاة بمعنى آخر أن هناك هلاك قادم، هلاك كبير. هذا الهلاك المفروض هو هلاك فكري ضخم جدا. يعني معاوية ومن سبقه المفروض حاولوا بقوة إبعاد أمير المؤمنين عليه السلام، إبعاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تحت شعار دفنا. هكذا كان يتخذ معاوية شعار. فالمفروض أن يعني في النهاية لابد أن يصبغ الإسلام بصبغة أموية، على أساس أن الإسلام أموي. يعني يبقى النبي الأكرم ليس إلا مجرد رسول
يعني جاء بالرسالة، والمفروض أن الرسول ليس بشيء بالقياس إلى الخليفة، وانتهى دوره خلاص. الخليفة يعني في يعني ثقافة الحجاج بن يوسف الثقفي كان يروج لثقافة هي ثقافة الدولة في حقيقتها في وقتها، أن عبد الملك بن مروان مثلا باعتبار أنه خليفة، المفروض الخليفة خير من الرسول، ويقرب للناس يعني الفكرة بشكل منطقي على أنه الإنسان العادي عندما يرسل رسولا إلى أهله ومرة يستخلف عليهم خليفة، أيهما أقرب أيهما أقوى منزلة؟ المفروض الخليفة الذي يخلف على الأهل يكون أقرب إلى النفس، صاحب امتيازات كبيرة، المفروض مأمون الجانب، المفروض يدير شؤونهم بشكل صحيح. أما الرسول فمجرد أنه يبعث بيده شيء يوصل هذا الشيء وينتهي تكليفه. فكانت الغاية الأساسية هو محو يعني صورة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. لو نأتي أفقيا كما بدأنا أطراف الحديث بأنه أصبحت من مظاهر التدين، وكما ذكرنا أنها الآن صارت من وجه المذهب، فبكلامكم الآن أنه الإمام الحسين سلام الله عليه هو مصباح هدى، وفي هذه في ظلمات الدنيا وفي ظلمات الجهل التي أتت على المجتمع، الإمام الحسين عليه السلام هو المصباح في الظلمات والسفينة الكبيرة في بحر الشهوات وشهوات الدنيا، وبالإضافة إلى التراكمات التي حدثت على المجتمع. جناب الشيخ، نذهب إلى فاصل ونكمل إن شاء الله. نعم أحبتي المشاهدين، معكم نذهب إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الأحبة، ونعود إليكم مرة أخرى، وأيضا أرحب بضيفي سماحة الشيخ علي موحان. حياكم الله مرة أخرى جناب الشيخ. لا زال الكلام يتمحور حول الزيارة المباركة. ذكرتم في بداية كلامكم أنه الزيارة هو حدث بسيط، أنه شخص يذهب إلى مسافة لشخص ثاني ويلقي عليه التحية، هذا ما هو موجود في اللغة. شيخنا العزيز، الزيارة الأربعينية مختلفة تماما عن هذا الأمر، يعني الآن نرى أنه من هذا المعنى اللغوي البسيط الذي هو يقطع مسافة ويذهب ليلقي التحية إلى هذا التجمع البشري، برأيكم يا ريت توضحونا هذا الموضوع أكثر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المفارقة تكمن يعني من خلال النظر إلى هاتين الجهتين، أنه عندما تعرف الزيارة لغتان، أنه مجرد أن شخص يحضر عند شخص ويلقي عليه التحية، هذا هو الأمر. هذا الأمر البسيط كيف انتهى به الحال إلى أن يكون واقعاً، يعني حدث ضخم بهذه الضخامة، وصار مظهر من مظاهر التشيع ووجه من وجوه التشيع الأساسية، دلالة ورمزية، كيف يفهم يعني؟ نعم. كيف يفهم هذا الأمر؟ لماذا تحول هذا الأمر البسيط إلى هذا الأمر الضخم والكبير؟ حتى يفهم هذا الأمر يعني في الجهة المقابلة، الجهات التي تقف يعني بوجه أمير المؤمنين عليه السلام وبوجه مذهبه، يفهم أنه لماذا يعني يمنعون هذا الأمر ويركزون عليه، على أنه أيضا يعني أس عقائدهم، عفوا الأساس في عقائدهم هو المفروض المنع من هذه الممارسة. هذه الممارسة البسيطة، أنك تحضر عند قبر مثلا وتسلم على صاحبه، ممنوع هذا الكلام، وهذا كأنه ركن أساسي في تدينهم، وأنه من يمارس خلاف هذه الممارسة يتهم بالكفر. عجيب. فالمفروض أنه يكون يلتفت بدقة، أنه يعني من هذه الجهة
هم خوفهم من هذه النتيجة، هذه النتيجة، النتيجة أنه سنصل، يعني كانوا يعني كأنه يستشرفون المستقبل أنه كيف ستكون الأحوال، أنه يعني لا تنظروا إلى هذه القضية على أنه ممارسة بسيطة وهينة أن إنسان يقف على قبر ويلقي التحية على صاحبه. هم كانوا ينظرون إليها بمنظور مختلف طبعاً. هم المفروض يعني جهة الشيطان الذي وراءهم هو الذي ينظر ويستشرف هذه القضية. خوف كبير أنه عندما يعني والأئمة عليهم السلام كذلك يستشرفون هذه القضية عندما شرعوا هذه المسألة، المفروض ينظرون إلى قادم الأيام كيف سيكون، أنه كيف يعني أن تدين الإنسان وشدة تدينه والتزامه المفروض لابد أن تحفظ له ممارسة عملية يمارسها بنفسه، كل شخص قابل أن يمارس هذه الممارسة، المرأة العجوز والشيخ الكبير والطفل الصغير، الشاب المتعلم غير المتعلم، ابن الريف ابن المدينة، مفروض كل طبقات المجتمع، من كان عربيا فارسيا من أي جنسية كانت من أي قومية كانت، المفروض هذا التجمع اللي الآن نشوفه في أيام الزيارة الأربعينية قابل لهذه نعم الممارسة. كل أنواع الجنسيات والدول موجودة في هذه الزيارة، فالمفروض أنه يعني لابد أن تفكك هذه المسافة بين هذا الأمر البسيط وهذا الحدث الكبير لكي يفهم الأمر بشكل دقيق وصحيح. نعم. فنظر من يخالف المفروض عينه على النتيجة التي وصلنا إليها. أحسنت. يعني منذ ذلك الزمان هو يمنع لهذه النتيجة خوفا من هذه النتيجة وبعد وخوفا مما سيأتي، يعني نحن الآن أمام أنظارنا في كل عام المسألة تزداد. نعم. حسب الإحصائيات في كل سنة العدد لا ندري أنه قادم الأيام بعد 20 سنة بعد 30 سنة، أسأل الله أن يعز المؤمنين ويرفع من شأنهم، لا نعلم أنه قادم الأيام ما الذي سيصبح. أحسنت. فهم يخافون من هذه النتيجة فيمنعون، مع أنه يمكن لإنسان أن يقول أنه أمر هين وسهل، يعني ممارسة مجرد يذهب ويلقي التحية يسلم لا أكثر ولا أقل، ما الذي تريدونه؟ وهسه ممكن يدخلون بعض المداخل العقائدية على أنه يلقي التحية والمفروض أنه يدعو ويطلب من صاحب القبر، يقول لا هسه فقط أنه أذهب لإلقاء التحية، ممنوع هذا الأمر. خب أنه قضية النساء المفروض أنه تمنع أصلا من الوصول إلى أي قبر من القبور. نعم. حتى القبور التي يعني يلزمون إلزام شديد بزيارتها باعتبار أنه سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني مقبرة البقيع النبي الأكرم كان يزورها فجرا ويزورها عصرا في كل يوم، استدلال قرآني في كل يوم صريح، والقرآن الكريم أيضا موجود، ممارسة عملية. نعم. يعني الممارسة العملية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله تلزم زيارة حمزة، قبر حمزة صلوات الله وسلامه عليه كذلك ملزمة لأن النبي كان يزور. نعم. زيارة السيدة خديجة في مقبرة الحجون هذا ملزمة بالنسبة لهم، النبي الأعظم كان يزور. فعموما الفكرة هكذا، أنه من يريد أن ينظر إلى هذا الحدث ويحلله بشكل صحيح يبدأ من المعنى اللغوي الذي هو أمر بسيط، وينظر إلى هذه الجهة التي شرعت هذا الأمر والجهة التي تقف بالضد منه، أن هذه الجهة ركزت عليه تركيزا أساسيا وعدته وجها للتشيع مع أنه أمر بسيط في ظاهره وفي بدايته، وتلك الجهة التي تقف في قباله المفروض منعت منه وكفرت مرتكبيه مع أنه أيضا بظاهره أمر وصارت بسيط، وصارت حد القتل وحد قطع الأيدي. فالفكرة أنه الآن يعني كيف يفهم هذا الأمر، ونحن الآن يعني بنعمة من الله والفضل وصلنا إلى أنه بدأنا نتلمس ثمرة هذه الوصول. الزيارة هذه الزيارة الآن يعني لها من النتائج على المؤمنين، أنهم الممارسة العملية لهذه الزيارة لها نتائج، أنهم يعني لو أراد الإنسان أن يوصل هذه النتائج عن طريق الدروس والحلقات والتدريس يحتاج إلى يعني ما شاء الله من السنوات ومن المدرسين ولكنه في النهاية أنه الإمام عليه السلام باعتبار هو الذي يستشرف يعني الزمن وقادم الأيام كيف سيكون، وله هذا العقل الإحاطي، فهو قادر على أن يشخص الحل الناجع لأتباعه وشيعته، أنه يشخص لهم ما هو الصالح في حالهم. فعموما يعني الكلمة الأساس التي وقفنا عندها أن صاحب التشريع المفروض هو الذي أسس، ولا بد أن يبقي هذا التشريع، ومن البداية أشار إلى أن بقاء هذا التشريع بالحسين عليه السلام، لذلك هسه مشهور هذه العبارة
أن الإسلام يعني محمدي الوجود كأنه وحسيني البقاء. حسيني البقاء، هذا من أين جاءت هذه العبارة؟ مفروض هذا هو يعني كأنه واقع الحال الذي نتكلم فيه الآن. نعم، أن بقاء الإسلام مفروض بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه. وما هو المحذور الذي يعني حصل يعني قبل سيد الشهداء أو قبل استشهاد الحسين عليه السلام، ومن ثم يعني قيام الحسين عليه السلام بوجه ذلك المحذور، على أساس قيام الحسين عليه السلام بقي هذا الدين. المحذور الأكبر يكمن في سياسة معاوية. سياسة معاوية يعني لا تتمثل بشخصه وإنما بسياسته. سياسة كانت يعني كانت جدا خطيرة وكبيرة، ومتبنات يعني ممن جاء بعده، وإن كانها ستتلبس بصور مختلفة لكنها سياسة ضخمة وكبيرة خطيرة على الدين. نعم، وليس فقط على جانب على الحكم الدين. يعني أنا ممكن ألفت النظر إلى يعني ممارسة أو ممارستين من ممارسات معاوية. معاوية مثلا بدأ بقضية يعني التثقيف، الجانب الثقافي، أنه امتدادا لمنع تدوين الحديث الذي سنت من البداية. نعم، أنه يمنع تدوين الأحاديث، أنه بمبررات مختلفة، حسبنا كتاب الله، مبررات ضخمة وكبيرة على أنه لئلا يختلط الكتاب بالرواية. نعم، لكنه عندما وصلت النوبة إلى معاوية تبين الغرض الأساسي من المنع من تدوين الحديث، أنه صدر كتاب أن برئت الذمة ممن يروي فضيلة في أبي تراب وأهل البيت. هذا هو الأساس أو الغاية المتوخاة من منع تدوين الحديث. واضح. القضية الأساسية والهم الأكبر أنه كيف يدفع أمير المؤمنين عليه السلام. فبدأت القضية أنه يمنع تدوين أي فضيلة لأمير المؤمنين، ثم أنه انتقلت المسألة إلى تدوين فضائل في مناوئي أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أنه كل ما نسب لأمير المؤمنين من فضيلة المفروض تنقل وتجعل في شخص في غيره. الأشخاص. نعم، هذه الممارسات هي ممارسات ثقافية، يعني ممكن يكون تأثيرها تأثير على المتعلمين على المثقفين. هناك ممارسة عملية قام بها معاوية، يعني كما أنه جهة الخير. نعم، المتمثلة بالنبي الأكرم وأهل بيته، يعني تحافظ على هذا التدين، وممارساتها ممارسات المفروض واعية وفي محلها ودقيقة. كذلك الجهة الأخرى يعني ليست بالجهة الساذجة، بلا شك لديها خططها ولديها إمكاناتها. هناك ممارسة عملية قام بها معاوية. نعم، أنه أوجب يعني لعن أمير المؤمنين عليه السلام والبراءة منه في صلاة الجمعة عندما يصعد الخطيب ويرتقي المنبر. يعني كيف نحن عندما نبدأ الآن يعني في أي كلمة المفروض أنه نصلي على النبي الأكرم ونقول مثلا هذه العبارة، واللهم صلي على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين. بدل هذه العبارة كانت عندهم القضية أنه يلعن أمير المؤمنين عليه السلام صراحة يعني باسمه الصريح. نعم، ويبرأ منه. ثم يعني تحولت القضية إلى أن أصبح وردا في الصلاة، يعني الإنسان يتخذ ورد في الصلاة أنه قضية اللعن لأمير المؤمنين والبراءة منه، وأمر بدأ صار مستساغ بحيث أصبح سنة، سنة من سنن الإسلام لعن أمير المؤمنين والبراءة منه. فالتفت فقط لهذه القضية. عندما يعني يشب الإنسان على هذه الممارسة، إيش قد دولة بني أمية استمرت 80 سنة؟ 80 سنة. 80 سنة تقريبا 3 أجيال. إذا طول هذه الفترة كانت هذه السنة، إذا كل جيل من الأجيال 30 سنة، فهنا 3 أجيال من الناس. صح. فإذا كان الجيل الأول يعني له نوع اطلاع على ما مضى، الجيل الثاني سيكون أقل اطلاعاً. الجيل الثالث هو المشكلة أصلاً بدون اطلاع. هذا الجيل الثالث يشب على لعن أمير المؤمنين والبراءة منه. فإذا شب على هذه القضية، بعد هذا الجيل لا يتصور منه أن يتقبل ولو فكرة أن بطل الإسلام هو علي بن أبي طالب. أحسنتم. أبداً ما حول فكرة تماماً، ولا يتصور أن أفقه المسلمين هو علي بن أبي طالب، ولا أن أقضاكم علي بن أبي طالب، ولا أنه يعني صاحب الزهد والعبادة، ولا أنه سيد البلغاء والمتكلمين. أبداً أي صفة حسنة المفروض لا تتصور لأمير المؤمنين عليه السلام فيهم. نعم. وبالعكس، أنه لأنه اختفى هذا النموذج المثالي الكبير الذي ذكرنا، بدأوا يوجدون أنه نماذج. يعني مثلا من هو المفسر الكبير؟ هل هو عبد الله بن عباس أو لا؟ من هو أفقهم مثلا؟
أخذت الأسماء والألقاب والفضائل ووضعت في أشخاص أنه من هو سيف الله المسلول مثلا، من هو الذي يفرق بين الحق والباطل، من هو الصديق الأكبر، من هو من هو، بدأت توزع هذه الألقاب على أشخاص معينين، في حين أنه عندما تجمع هذه الفضائل المفروض أنها في أمير المؤمنين السلام، لكنه نتيجة هذا التثقيف المفروض هذه ممارسة عملية، هذه الممارسة العملية يمارسها الجميع. فالمفروض أنه في أذهان الجميع لابد أن تمحى صورة أمير المؤمنين عليه السلام. فهكذا الكلام، خروج سيد الشهداء صلوات الله، هذا التطبيق العملي اللي الممارسة العملية اللي أصبحت. بالجانب المقابل أكد أهل البيت عليهم السلام على قضية الممارسة العملية للزيارة حتى تثبت. نعم، في البداية طبعا الزيارة ستأتي متأخرة، أولا خروج سيد الشهداء وأنه يعني يقدم نفسه وأهل بيته وأصحابه، خلصوا أصحابه المفروض يقدمهم بهذه الطريقة، لأنه لا يمكن مواجهة هذا المد، مد من الظلمة لا يتصور. هذا المد من الظلمة الإمام عليه السلام شخص أن علاجه الناجع لا يكون من خلال يعني المقابلة الثقافية أو الروايات أو لا، القضية أنه تحتاج إلى قضية كبيرة وضخمة. لا بد أن يلتفت الناس إلى حدث كبير، يعني لا بد من حدث كبير يوقف هذا المد. وهذا الحدث الكبير هم في أول أيامه ما كان يتصور، يعني ما كان يتصور أن يكون هناك يعني نجاح لقضية الحسين عليه السلام، ما أخذ صدى بالكامل، يعني بحيث أنه عندما رجع الإمام علي بن حسين عليه السلام إلى المدينة كان ابن طلحة يسخر من الإمام عليه السلام ويسأله بهذا السؤال، يقول لمن الغلبة؟ فالإمام عليه السلام أجابه قال إذا سمعت الأذان فستعلم من المنتصر. هذا الجواب بالنسبة له ليس بجواب يعني شافي، لأنه لا يفهم. لماذا يعني أنه إذا سمعت الأذان؟ القضية أنه قتل الحسين عليه السلام وسبيت عياله، رأسه يدور من بلد إلى بلد، الآن يعني كأنه هذه العائلة يعني تم تصفيتها بشكل كامل، والمفروض أنه لم يبقى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولأهل بيته أثر. هؤلاء اعتقدوا بأنهم المنتصرون على الحسين عليه السلام، ولكن أبعاد القضية الحسينية وهذا السلوك الذي سلكه الإمام الحسين عليه السلام أراد إثبات الضد على أنه هذه الثورة ظهرت بوجه ضد أعمالكم و ما سردتموه وما فعلتموه وما أسستم من أفكار منحرفة. فهكذا هي ما بين صغر الزيارة معناها لغويا أنه وصلنا من شخص يذهب إلى شخص فقط يلقي التحية وإلى حدث مليوني كبير، ومقارنة كانت رائعة جدا ما بين هذا السلوك الذي أحدثه الإمام الحسين عليه السلام بمقابل هؤلاء. نعم جناب الشيخ، الحديث شيق، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نأخذ أيضا إضاءات أخرى في زيارة الأربعين. شكرا جزيلا لجنابكم وحضوركم معنا، ونعم إن شاء الله مستمرون معكم طيلة الحلقات الباقية إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا كثيرا جناب الشيخ علي موحان. نعم مشاهدينا الأحبة، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.